في كاس الاتحاد الاسيوي. سمير بلال على الكرة، سمير سمير كرة داخل منطقة الجزاء، كرة خطيرة، والهدف الأول، والهدف الأول لمصلحة فريق الجيش. طبعا يعني أتوقع هو فعلا محمود البحر، فعلا محمود البحر، كرة داخل منطقة الجزاء، كنا نتكلم عن هذا اللاعب، فعلا هو محمود البحر، مصلحة فريق الجيش داخل منطقة الجزاء. هنا التحضير للتسديد، لكن تعود الكرة مجددا من سمير بلال، كرة داخل منطقة الجزاء أيضا، الكرة خطيرة، والهدف الثاني، الهدف الثاني لمصلحة فريق الجيش، محمد حمدكو، هدف جميل ورائع لم يكن يتوقعه أحد، حتى الحارس عبد اللطيف النعسان. إحصائي لفريق للركنيات، هنا كرة داخل منطقة الجزاء، كرة خطيرة، والهدف الأول، الهدف الأول لمصلحة فريق الكرامة. راح نشوف، يبدو هناك عمرو جنيات فعلا، إذا عمرو جنيات ينجح بتقليص الفارق، هدفين مقابل هدف واحد، هدف لمصلحة فريق الكرامة. هنا الحركة الإعادة البطيئة، يعني شوفوا الكرة كيف مرت من الجميع، مرت من الجميع وعلى القدم اليسرى لعمرو جنيات. خامس مجموعة من الفرص، محمد حمدكو يدخل الكرة بشكل جيد، محمد حمدكو، الهدف الثالث لمصلحة فريق الجيش، محمد حمدكو، يا سلام عليك. نلعب الآن في الدقيقة، إذا نشوفهم الحركة البطيئة، محمد حمدكو يشوف عبد اللطيف النعسان خارج مرمى وينجح بوضع الكرة لب من خلف الحارس، ونعسان هنا حركة بالإعادة البطيئة، كرة مرفوعة إلى داخل منطقة الجزاء وارتقاء للاعب لعب فريق. إذا على الكرة يوسف قلفة، يوسف يوسف، والهدف الرابع، والهدف الرابع لمصلحة فريق الجيش، أربعة أهداف مقابل هدف واحد، يوسف قلفة في الدقيقة 82، رابع هنا في الحركة البطيئة وبكل أناقة يضع الكرة عليه.